شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك رواية عجيبة يرويها الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه في كتابه نهج البلاغة، عن مولى الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، الإمام صلوات الله عليه في هذه الكلمة يقول: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعفى، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. قبل أن نتعرض إلى مفاد هذا الحديث الشريف على نحو الإجمال، أتوقف عند كلمتين وردتا في هذا الحديث. الكلمة الأولى هي كلمة العفة. ما هو معنى العفة؟ علماء اللغة يقولون إن معنى العفة هو كف النفس عما لا يحل أو عما لا يجمل. النفس تريد أن تهجم على شيء، تتوجه إلى شيء وتتخذ وضع الهجوم على ذلك الشيء. إذا الإنسان كبح نفسه عن ذلك الشيء، ذلك الشيء الذي لا يحل أو ذلك الشيء الذي لا يجمل، يعني مو لطيف المؤمن يقوم بذلك العمل، هذا الكف وهذا الكبح هو الذي يقال له العفة.
وبهذا المعنى يكون للعفة عرض عريض، ويكون لها معنى شامل. العين تريد أن تنظر إلى ما لا يحل أو إلى ما لا يجمل، ربما شيء يكون حلال في حد ذاته، ولكن لا يترقب من المؤمن أن يقوم بذلك الشيء. إذا واحد كف نظره عن ذلك الشيء، هذا الكف يقال له العفة. هذه القضية مذكورة في كتب التاريخ. مجمل القضية أن رجل ذهب إلى بيت صديق له، في وصايا لقمان: إذا دخلت دار أحد فكف نظرك. واحد لا ينظر يمين وشمال. هذا دخل بيت صديقه، وكانت لصديقه امرأة. هذا فكر ماذا يفعل. هذه المرأة تذهب تأتي. البيوت القديمة كثير منها بيوت ضيقة كانت. هذه المشكلة اللي الآن شبابنا يبتلون بها، مشكلة النظر، وهذه من الامتحانات العسيرة، ينظر أو لا ينظر. هذا فكر أن أفضل طريقة أن يغمض عينه. عندما دخل تلك الدار أغمض عينه، اللي أهل الدار تصوروا أن هذا الرجل أعمى لا يرى الذين كانوا في الدار، واستمر في إغماض عينه إلى أن خرج من تلك الدار. طبعا في الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى لا يقول يغمضوا، الإغماض مو مأمور عنه. هذا الرجل اتخذ هذا الأسلوب. في الآية الكريمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. الغض يعني واحد يقلل من مستوى النظر، لا ينظر إلى ما يحرم، وإنما يحاول أن يقلل من درجة نظره ومستوى نظره. هذه عفة العين. هنالك عفة ترتبط باليد، كفها عن لمس ما يحرم. هنالك عفة تتعلق بالأذن، ألا يستمع الإنسان إلى ما يحرم سماعه. هذه الكلمة الأولى، وهي كلمة العفة. الكلمة الثانية، دققوا في كلمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ممن قدر فعف. العفة نوعان. أحياناً واحد يتجنب القبائح لأنه لا يقدر، لأنه لا يتمكن، لأنه ما عنده وسيلة إلى الحرام، لأن هنالك ضغوط اجتماعية عليه، يعيش في جو محافظ، وهذا الجو المحافظ يوجه إليه ضغوط اجتماعية. هذا النوع الأول. النوع الثاني عفة القدرة. واحد يقدر، الجو مهيئ له،
لا توجد هنالك ضغوط اجتماعية. العفة الحقيقية هي عفة القدرة لا عفة العجز. عفة العجز لا يقال لها عفة. ربما الفرد في بلاده بين أهله بين إخوانه بين أصدقائه لا يتمكن أن يقوم بعمل معين، ولكن عندما يذهب إلى سفر هذه الضغوط تخف. عندما يذهب إلى بلاد الغرب هنالك تظهر حقيقة المؤمن وواقع المؤمن، هل يتمكن أن يحفظ إيمانه أو ما يتمكن. الحجاب في بلادنا له قيمته الكبيرة، ولكن القيمة الحقيقية للحجاب إنما تظهر عندما واحد يذهب إلى بلاد الغرب أو إلى بلد لا يوجد هنالك أي رقيب وأي حسيب، هنا تظهر حقيقة الإيمان. الإمام صلوات الله عليه يقول في هذه الكلمة: ممن قدر فعف. يقدر يتمكن، ماكو هنالك مانع، ماكو هنالك رادع، ماكو هنالك ضغط اجتماعي، ولكنه يكف نفسه عن الحرام لله سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة العفة، وهذه هي حقيقة الإيمان. أعود إلى هذه الكلمة. الإمام صلوات الله عليه يقول: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله؟ إحنا أعظم مقام عدنا أي مقام؟ مقام الشهداء في سبيل الله، هذا أعظم مقام أو من أعظم المقامات. هناك حديث يقول: فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل شهيدا في سبيل الله. مقام الشهادة في سبيل الله هذا أعظم مقام أو من أعظم المقامات. واحد يدخل ميدان الجهاد ويضحي بنفسه، ماكو فوق هذه التضحية. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. في القرآن الكريم الله تعالى يذكر الشهداء في مصاف الأنبياء. لاحظوا عظمة الشهيد في سبيل الله، ولكن لاحظوا هذه الكلمة: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف. المجاهد مو أعظم من هذا. هذا الشاب الذي يعيش أجواء الإغراء وأجواء الإغواء، شبابنا الذين يعيشون في الجامعات مبتلون بهذه المشكلة، الجامعات المختلطة. الآن ما يحتاج أن نذهب إلى الجامعات المختلطة، الآن كل غرفة من غرف بيوتنا محل اختبار وامتحان. الشباب الآن، الشباب المؤمن، يعيشون امتحان عسير حتى وهو في غرفته. هذا إذا تمكن أن يحفظ نفسه وتمكن
أن يتجنب الحرام، هذا له مقام الشهداء في سبيل الله. ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعفى. هذا نوع من أنواع التضحية. المجاهد ماذا يفعل؟ المجاهد يتجاوز ذاته، يضحي بذاته، يضحي بشهواته. هذا الشاب المتدين الذي يعيش في غرفة مغلقة وحده وماكو هنالك أي رقيب، هذا الشاب الذي يذهب إلى بلاد الغرب ولا يوجد هنالك أي مانع وأي رادع، هذا أيضا إذا كف نفسه هذا عمله عمل الشهيد. هذا نوع من تجاوز الذات، نوع من التضحية. هذا هو مقام المؤمن الذي يكف نفسه عند الله. لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. هذا الشاب المؤمن المتدين هذا يكاد أن يكون ملكا. الإمام في هذه الجملة يقول يكاد أن يكون ملكا. عندنا رواية أخرى أن هذا الشاب المؤمن المتدين الذي يتمكن أن يتحكم في شهواته هذا فوق الملائكة، فوق مستوى الملائكة، أعظم درجة من الملائكة. هذا هو مقام التقوى عند الله سبحانه وتعالى. أذكر لكم كلمة أخرى، وهذه الكلمة أن العفة مضافا إلى مقامها عند الله وأجرها عند الله لها آثار وضعية في هذه الدنيا. إحنا نقرأ في القرآن الكريم قضية يوسف. يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كيف وصل إلى ذلك المقام الشامخ؟ إنما وصل بذلك المقام بعفته، أو كانت من عواملها المهمة. هذه مو قضية يوسف فقط، عندنا كثير من الأفراد الله سبحانه وتعالى فتح عليهم الأبواب، أبواب الرحمة، أبواب المغفرة، أبواب المعرفة. أنا رأيت أحد الأشخاص قبل حوالي 5 سنوات الله سبحانه وتعالى أفاض عليه من المعارف والعلوم ما لا يعرفها غيره. كانت عنده بعض العلوم النادرة غير المألوفة، فسألته كيف وصلت إلى هذه الدرجة؟ كيف فتح الله سبحانه وتعالى عليك نوافذ الغيب؟ فذكر قضية الآن لا أريد أن أنقلها في هذا المقام، ولكن قال عندما كنت شابا ولم أكن متزوجا تعرضت لموقف إغراء ولم يكن هنالك أي مانع وأي راد، فكففت نفسي عن ذلك لله سبحانه وتعالى.
الله سبحانه وتعالى مو أهون من ناظر عادي. إحنا إذا طفل ينظر إلينا ربما نخجل من ارتكاب الحرام، فكيف والله سبحانه وتعالى هو الناظر وهو المحيط وهو المطلع. الإمام الحجة هو الناظر، هو المحيط، هو المطلع. قال: لله سبحانه وتعالى كففت نفسي. بعد تلك القضية الله سبحانه وتعالى أفاض علي هذه العلوم والمعارف. وقضية ابن سيرين التاريخية معروفة، حينما تعرض لذلك الموقف وكف نفسه لله. هذه الأشياء لها آثار وضعية، هذه الأشياء تخلق في قلب المؤمن نورا. الإنسان الذي يكف نفسه لله، الله تعالى يجعل في قلبه نور. وفي الأحاديث عبر عن ذلك بتعبير آخر، وهو أنه يجد طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان، بينما الإنسان الذي ينجر يشعر في قلبه بظلم، ظلم في القلب. هذه الأشياء لها أثر في الذرية. أكو هنالك عوائل تجدون أن هذه العوائل متدينة جيلاً بعد جيل، موفقة جيلاً بعد جيل. هذه الأشياء ربما تعود إلى موقف واحد. أحد الأفراد الموفقين جاء عند العم حفظه الله قبل عام تقريباً. العم حفظه الله سأله: ما هو سر هذا التوفيق؟ إحنا عدنا بالمجتمع أفراد موفقين، وعدنا أفراد بالمجتمع ما عدهم توفيق. قال له العم: ما هو سر هذا التوفيق في حياتك؟ أنا أعتقد، العم حفظه الله قال له: هذا التوفيق إما لدعاء أبيك أو أمك أو واحد من آبائك وأجدادك. دعاء الآباء للأبناء جدا مؤثر، دعاء الأمهات مؤثر، أو لموقف في شبابك، واحد منهم موقف. فذاك الرجل كنا في مجمع لم يتكلم بشيء، ثم بعد ذلك عندما خرج الجمع قال: في الواقع إذا أنا موفق في حياتي كما تقولون، سره موقف واحد في أيام الشباب. ثم ذكر ذلك الموقف. هذه المواقف مواقف الكف. واحد يضحي بشهوته، الشهوة بما لها من المعنى الوسيع. يعني قد يكون واحد أمامه تجارة يربح فيها الملايين، ولكنه لله يترك هذا الربح لأن هذا الربح مشبوح. هذا الموقف الواحد يمكن يسبب البركة في حياة الإنسان، في جيل الإنسان، في أولاد الإنسان، في أعقابه نسلا بعد نسل. هذه الأشياء لها آثار وضعية في هذه الدنيا، ولها آثار أخروية عظيمة في الآخرة. ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعفى، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. وفي رواية أخرى أيضا عن أمير المؤمنين
صلوات الله عليه أفضل العباد. ما هي أفضل العبادة؟ هل هي قراءة القرآن؟ كلا. هل هي الزيارة؟ كلا. هل هي صلاة الليل؟ كلا. هذه من العبادات الرفيعة، ولكن أفضل منها جميعا أفضل العبادة العفاف، العفاف عما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه القضية وإن كانت عسيرة ولكنها ممكنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب وبين نور مشرقٍ.